ازيكم يا احلى متابعين، وحشتوني جدا جدا يا عائلة ماما نونا. اللي لسه مشتركش في القناة اشترك فيها بسرعة وفعل زر الجرس عشان تنضم لعيلتنا ويوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. اما النهاردة فجايلكم بقصة جديدة جميلة قوي بطابع صعيدي مميز بإذن الله هتعجبكم. قصة بعنوان هاربة يوم الزفاف بقلم الكاتبة الجميلة سمسمة سيد. يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ قصتنا. على آخر الزمن كبير العيلة وكبير الصعيد مرته تهمله وتهرب كده يوم فرحهم. بص لها بثبات وبهدوء مريب فكملت كلامها وقالت: قلت لك يا ولدي بنت البندر دي ما هياش صالحة ليك، هملت بنت خيتي عشان بنت البندر ووديها هملتك ومشيت وتلاقيها هربت مع عشيقها. قطعها وهو بيهب واقف وبص لها بنظرة أرعبتها لدرجة إنها تمنت إن تنشق الأرض وتبلعها، وتكلم بغضب جحيمي: مرتبوية ملكي الصالح بيها عاد. وقاطع كلامهم دخول أحد الحرس وهو بيجري وبيقول: لقيناها يا قصور بيه. اسودت عينيه بغضب وتكلم باللي صدم الجميع وقال: اقتلوها. وفي مكان تاني وبالتحديد في منطقة شبه معزولة عن القرية كانت بتجري بكل ما تمتلك من قوة وهي بتبص وراها بترقب وخوف، فاصطدمت بصخرة ووقعت على الأرض وهي ماسكة رجليها من شدة الألم وبتبص للرجالة اللي بيقربوا منها أكتر وقلبها بيدق بجنون من أثر خوفها من اللي هيحصل لو مسكوها رجالة قصور. وفي نفس اللحظة حست بيد حد بتوضع على بقها بمنديل مبلل بحاجة، وهي لحظات وكانت واقعة ما بين يد الشخص ده وهي فقد الوعي تماما. وبنروح لمنزل قصور اللي كان واقف قصاد انعكاسه في المراية، وفي لحظة مسك تحفة أثرية ورماها على صورته في المراية بقوة، وهو حاسس بألم العالم بيعتصر قلبه بقوة وبدون رحمة، واتجه للخارج بمشاعر مختلطة من الألم والغضب وشعور الأسوأ من ده كله، خيانة وهروب اللي حبها من كل قلبه. ووقف قصاد رجالته اللي بعتهم عشان يجيبوها وهو بيبص في المكان لربما يشوفها، ولكن خاب أمله فاتكلم ببرود مصطنع وقال: فين قوت؟ بصوا الرجال لبعضهم وهم بيحاولوا يتكلموا، ولكن أسرع واحد فيهم وقال: هربت مع واحد يا بيه. اسودت عينيه بغضب وبألم شديد فاتكلمت أدرية زوجة أبوه وقالت: مش قلت لك إنها؟ قولي البت خيتك تتجهز هتكون العروسة الليلة. ابتسمت أدرية بسعادة وقالت: حاضر يا ولدي. وفي المساء تم عقد القران على بنت أخت أدرية وسط فرحتهم وغضبوا وألموا. وبعد مرور 3 سنين على الواقعة دي كان قصور قاعد على المقعد الخاص بيه في مكتب شركته وهو بيبص للأوراق اللي ما بين إيديه باهتمام، لحد ما قطعه دخول واحد وهو غاضب واتكلم ببرود: خير يا حازم، انت لسه بتدور على اللي اسمها قدي ليه؟ شيء ما يخصكش يا حازم. لا يخصني يا قصور، لما شوفك مصمم تدمر نفسك وبيتك يبقى يخصني. لو نسيت أفكرك إن صاحبك، ولو نسيت إن قوت المصونة هربت مع عشيقها وسبتك أفكرك برضو. هب قصور وهو واقف وبيبصله بغضب واتكلم وقال: ما تتدخلش في اللي ما يخصكش، والآخر مرة هحذرك يا حازم ما تجيبش سيرة قوت على لسانك. أنهى كلماته وهو بيتجه للخارج وجذب مفاتيح عربيته وخرج من المقر الخاص بشركته وركب عربيته وانطلق بيها بسرعة، وهو بيسوق بسرعة جنونية وكأنه بيسابق ذكرياته المؤلمة واللي عايز
يتخلص منها، وفاق من نوبة الغضب على صوت صراخ عالي، واتفاجئ بطفل واقف قصاد عربيته بمسافة مش بعيدة، وهو متخشب من الرعب وبيبص لعربيته اللي جاية ناحيته. فاتسعت عيون قصور بصدمة وهو شايف واحدة بتمسك الطفل وبتبعده بسرعة، وفادته بنفسها واتخبطت هي في العربية ووقعت بعد ما اتصابت في راسها بقوة وفقدت وعيها في نفس اللحظة. وبصعوبة وقف عربيته ونزل منها بسرعة وهو بيتوجه ناحية الطفل والبنت، ولقى الطفل بيبكي بخوف وهو بيهز في جسم البنت اللي وقع بنبرة طفولية وبيتكلم وبيقول ماما ماما. قرب قصور من البنت دي، ولكن حس بضربات قلبه بتتسابق بخوف وكأنه عارف البنت دي، فنزل على ركبته وهو بيرفع راسها بحذر وخوف وبعد خصل شعرها عن وشها، وهي لحظة وتجمد جسمه لما شافها وقع ما بين ايديه بتنزف بعد كل المدة دي. وفي الصعيد وبالتحديد في منزل قصور كانت قاعدة بمنتهى البرود وهي بتكلم دوافرها لحد ما قاطع خلوتها دخول أدرية اللي بصت لها بملل وقربت منها واتكلمت بغيظ وقالت انت قاعدة هنا ومهملة السؤال عن جوزك ومهملة شغل الدار ده؟ مالكي صالح يا خالة؟ يعني ايه ماليش صالح؟ قوم يا جميلة ساعد الحريم في شغل الدار. بصت لها جميلة بدي وهي بتقول لا ماليش مزاج، خليهم هم يعملوا اللي بيعملوه. والله يا جميلة لو ما قمت عملت اللي قلتلك عليه لا أخلي قصور يطلقك واخلص من قرفك. وقفت جميلة وهي حاسة بخوف واتكلمت وقالت لا لا خلاص هقوم اهو. فبصت لها أدرية بنظرة انتصار وسابتها وخرجت، وتنفست جميلة بضيق وهي بتتوعد ليها برد كل اللي بتعمله فيها خلال السنين اللي فاتت. وفي المستشفى كان واقف وهو بيبص لباب الأوضة اللي موجودة فيها اللي كان بيبحث عنها بجنون، وبيبص للطفل الصغير اللي بيرتعش بخوف ودموعه بتنزل بغزارة على وشه الطفولي، وقرب منه ونزل لمستواه وهو بيتفحصه، فخاف الطفل أكتر وانكمش في نفسه ولاحظ قصور الشبه ما بين الطفل وما بين معذبته، ولكن هز راسه بالنفي وهو بيحاول تجاهل الأفكار اللي بتدور في راسه واتكلم وقال اسمك ايه؟ بصله الطفل بعيون مليئة بالدموع والحيرة، فتفهم قصور خوفه واتكلم بنبرة حاول على قد ما يقدر ان يطمنه فيها وقال ما تخافش هي هتبقى كويسة. بجد يا عمو ماما هتبقى كويسة؟ هز قصور راسه وهو بيأكد كلامه وسط نظراته المصدومة من كلمة ماما، فقال له هي تقرب لك يا صغير، اسمي آدم مش صغير. طيب يا آدم تقرب لك يا بطل بقى تبقى ماما. وقبل ما يرد قصور قطع صوت رجولي وهو بينادي بقلق وبيقول آدم آدم. التفت قصور وآدم على أثر الصوت ده وابتسم آدم وجري ناحية الراجل وهو بيردد وبيقول بابي بابي. وقف قصور وهو بيتابع اللي بيحصل بهدوء مريب وبيبص على اللي شال آدم ما بين إيديه وبيتكلم وبيقول آدم يا حبيبي أنت كويس؟ فين ماما وإيه اللي حصل؟ مش عارف يا بابي بس عمو ده يعرف. أنهى آدم كلماته وهو بيشاور لقصور اللي لسه واقف مكانه، فبص الشاب ليه وظهرت الصدمة على كل معالم وشه وهو شايفه واقف قصاده بكل ثبات وهدوء، فحاول يرسم قناع الهدوء على وشه هو كمان. فقرب قصور منه وقال انت بقى اللي هي هربت معاه؟
وانت بقى الصعيدي اللي كنت بتحاول تلعب في عقلها ومثلت انك بتحبها ولحظتها كان هينقض عليه، ولكن اتراجع لانه شاف نظرة ادم فاتكلم وهو بيجز على اسنانه. صدقني مش هيكفيني فيك ولا فيها موتكم على ايدي. وقبل ما يرد عليه قطع خروج الطبيب من أوضة أود ووجه كلامه لقصور وهو بيقوله: المدام بخير يا فندم، والإصابة الحمد لله ما كانتش عميقة، أقدر أشوفها؟ هز الطبيب راسه بالموافقة ودخل الشاب للأوضة وهو سايب قصور مع الطبيب. فشاور قصور للطبيب إنه يمشي ومسك تليفونه عشان يعمل مكالمة. وفي الداخل كانت أود قاعدة على الفراش وهي ماسكة راسها من شدة الألم، ولحظة ورفعت راسها وهي بتبص على اللي دخل باندفاع وهو شايل آدم، فرفعت حاجبها باستغراب واتكلمت وقالت: رائد في ايه؟ انت داخل كده ليه؟ وعرفت منين؟ انت كويسة؟ هزت راسها بنعم كدليل على سلامتها، فاتكلم رائد وقال: أود في حاجة مهمة لازم تعرفيها. ولحظتها أطحهم دخول آخر شخص تتمنى إنها تشوفه، فاتكلمت بصدمة وقالت بصوت منخفض: قصور؟ ولحد هنا تكون حلقتنا انتهت، بس قصتنا لسه في بدايتها، لسه في أحداث جميلة ومشوقة جدا أكيد هتعجبكم بإذن الله. وبالنسبة للموسم الثاني من قصة اغتصاب وزواج إجباري فما تقلقوش، هنزل الاثنين بإذن الله، بس شجعوني ودعموني باللايك اللي بيفرحني جدا، واشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد بنقدمه. بحبكم قوي، مع السلامة.